كان فضيحة كبيرة جدا. الفضيحة دي اتفجرت في وزارة الصحة من كام يوم لما اتفاجئنا كلنا بأخبار عن إصابة وزيرة الصحة هالة زايد بذبحة صدرية، ودخلت المستشفى بشكل عاجل بعد رجوعها من مكتبها واكتشافها. وهو ده بقى اللي جاب الذبحة الصدرية، وجود محققين من الرقابة الإدارية واتهام قيادات في الوزارة ومديرين في مكتبها الخاص بالرشوة والفساد. ومن يوم الثلاث ولغاية امبارح والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي ما بطلتش تتكلم عن فضيحة الفساد اللي موجودة في وزارة الصحة، واللي الكلام طال حتى الوزيرة نفسها هالة زايد واتهمها بالحصول على سيارة بي ام دبليو الفئة السابعة. لكن محدش يعرف الحقيقة فين لغاية دلوقتي، لحد ما فوجئنا النهاردة الفجر تقريبا بخبر على موقع القاهرة 24 بيقول إيه؟ بيقول إن الوزيرة قدمت استقالة مرضية بعد التحقيق مع قيادات في الوزارة، والخبر اللي الموقع حذفه بعد كده، لكن احنا بفضل الله فريق الإعداد كان صاحي ومنتبه فأخدنا برنت من الخبر قبل ما يحذفوه. تعالوا نشوف الخبر كده اللي تم حذفه أهو. انتهاء رحلة هالة زايد باستقالة مرضية، كواليس تقديم وزيرة الصحة طلب تقاعد بعد التحقيق مع قيادات الوزارة. تمام؟ ناخد التفاصيل ولا كفاية العنوان؟ كفاية العنوان، لأن هم حذفوه على طول ويا دوب احنا لحقنا ناخد البرنت ده. تمام؟ الخبر اهو، وكان موجود على القاهرة 24 زي ما انتم شايفينه على الشاشة كده. طيب، لكن يبدو ان الموضوع كبير وهم عايزين يغطوا عليه، او على الاقل ان هالة زايد ما تجيش رجليها في الموضوع. وعلشان كده مصطفى مدبول رئيس الوزراء أم مكلف وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار بأعمال وزيرة الصحة لحين شفائها، اللي هو أنا مدرس فرنساوي لحد ما يجيبوا مدرس تاريخ، أي حاجة وخلاص. أهو الخبر أهو، رئيس الوزراء يكلف وزير التعليم العالي بمهام هالة زايد. إيه علاقة التعليم العالي بالصحة؟ والله بقى مصطفى مدبولي أدرى. أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم الجمعة قرار بتكليف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي للقيام بأعمال وزيرة الصحة لحين شفاء، يمكن عشان دكتور يمكن. المهم إن ريحة الفساد في الوزارة فاحت بقى يا معلم، طلعت وتم سحب ملفات هالة زايد منها وإسنادها لمسؤولين تانيين في الوزارة واتنين تاني في جهة رقابية زي ما بيقول الخبر اللي عرضه على حضرتك دلوقتي ده، سحب ملفات وزيرة الصحة المصرية إلى حين بت السيسي في مصرها. اديني بقى هنا شوية تفاصيل الله يسترها معاك عشان نقولها للناس. قالت مصادر حكومية مصرية مطلعة على العرب الجديد إنه تم سحب جميع الملفات اللي بتديرها وزيرة الصحة هالة زايد وإسنادها لاتنين من مساعديها وشخصيتين رقابيتين بما في ذلك ملف متابعة الحالة الوبائية لفيروس كورونا، في انتظار ما ستنتهي إليه التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في قضية الرشوة التي فجرت هذا الأسبوع في مكتبها، وشهدت إلقاء الرقابة الإدارية القبض على سكرتير مكتبها ومدير العلاج الحر وأربعة من مساعديه. وكشفت المصادر أن القضية لا تقتصر على المتهمين الذين ألقي القبض عليهم، وربما تمتد لتشمل شخصيات مقربة من هالة زايد من خارج الوزارة. وأكدت المصادر أن الوزيرة لا تملك حتى أن تتخذ قرارها بالاستقالة، وأن السيسي إذا قرر الإطاحة بها بناء على التحقيقات فسوف يتم إبعادها في شكل استقالة أو إقالة حسب درجة مسؤوليتها عن مجريات القضية. تمام؟ بنبص لقينا الدكتور أحمد رامي أمين صندوق نقابة الصيادلة الأسبق كتب بوست ودانا لسكة تانية خالص، وأكد في هذا البوست إن الموضوع مش فساد بس، لا ده صراع نفوذ بين لواءات في هيئة الدواء ووزارة الصحة. اللي حير بقى إيه دخل اللواءات في الصحة؟ إيه دخل اللواءات في الدواء؟ عشان تعرف حضرتك إن البلد وصلت للحضيض إزاي في كل حتة، فتعالوا بقى نشوف الدكتور أحمد كتب إيه. انزل ببوست الدكتور أحمد رامي. قال إيه الدكتور أحمد؟ صراع نفوذ وليس مواجهة فساد. سرعة استقالة أو إقالة هالة زايد بعد 48 ساعة من دخولها المستشفى أو حتى مجرد إسناد مهامها لوزير التعليم العالي بيأكد مش بس أنها متورطة في الفساد،
لكن بيأكد اللي بيتناقل في أروقة وزارة الصحة أن الموضوع صراع نفوذ بين هيئة الدواء والشراء الموحد وبين الوزارة اللي انتصرت فيه الهيئة. وأحد مظاهر هذا الانتصار أنها مؤخرا ألغت قيمة آلاف المفتشين بوزارة الصحة وتم نقل صلاحيتهم للهيئة، واللي كل لواء من اللواءات في الطرفين استخدم علاقاته، لكن اللي حسم الموقف هي علاقات مسؤولين في هيئة الدواء بمسؤولين في الرقابة الإدارية وفي وزارة التنمية المحلية اللي أصدرت الكتاب الدوري المرفق اللي بتنهي فيه وجود وقيمة آلاف مفتشي الصيادلة. طيب عايز أوري حضرتك صورة من قرار لوزير التنمية المحلية نشره برضو الدكتور أحمد، واللي سحب بموجبه وزير التنمية صلاحيات التفتيش على الصيدليات من وزارة الصحة، علشان تروح فين؟ علشان تروح لهيئة الدواء زي ما نشوف مع بعض في الصورة دي. أهو كتاب دوري رقم كذا لسنة كذا للسادة المحافظين بشأن صدور قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية، وادي صورة القرار قدام حضرتك اهي، إيماء إلى كتاب وزارة الصحة والسكان بشأن صدور قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية، تم نقل اختصاص الرقابة والمتابعة والتفتيش على المؤسسات الصيدلية إلى هيئة الدواء المصرية بموجب القانون المشار إليه ولائحة التنفيذ. طيب علشان نعرف عمق الصراع بقى اللي موجود بين هيئة الدواء ووزارة الصحة، تعالوا نشوف الخبر ده واللي بيقول فيه رئيس الإدارة المركزية بهيئة الدواء السيد، احفظ الاسم ده كويس، ياسين رجائي، إن عملية التفتيش على الأدوية بتبدأ مع الخطوة الأولى لإنتاجه، يعني مع بداية إنتاج الدواء تخرج على طول عملية التفتيش، التفتيش ملازم لإنتاج الدواء، يعني أنه ينازع التفتيش الصيدلي التابع لمديريات الصحة في الرقابة على مصانع الدواء. وتعالوا ما أفكركم بالخبر ده، انزل يا باشا بالخبر، هيئة الدواء عملية التفتيش على الأدوية تبدأ مع الخطوة الأولى لإنتاجه. أروح بقى معاكم للمعلومات الخاصة والتي وصلت لبرنامج ملفات عن أصل قصة الفساد في وزارة الصحة. القصة أساسها صراع بين وزيرة الصحة وهيئة الدواء، كشفها لينا أحد مصادرنا في الوزارة، والحكاية ملخصة زي ما أقولها لحضرتك كده بالظبط. بص يا سيدي، في حرب تكسير عظام قائمة بين الوزيرة وبين ياسين رجاء اللي أنا قلت لك احفظ اسمه، حرب تكسير عظام بين الوزيرة وبين ياسين رجائي وهو رئيس الإدارة المركزية بهيئة الدواء، اللي أبوه بيشتغل ضابط كبير في هيئة الرقابة الإدارية، وإن رجائي استغل منصب أبوه علشان ينكل بقيادات في وزارة الصحة بعد ما وزارة الصحة نكلت برؤساء في هيئة الدواء عن طريق مستشاريها، ووصلت الحرب بينهم إلى أن توقف عمل التفتيش الصيدلي تماما، وأصبح جميع المفتشين راحوا فين بقى؟ تابعين للوزارة، رغم أنه ليس من حقهم التفتيش بحكم القانون. فالوزيرة بتستغل خبرة مستشاريها الكبار، وياسين رجائي بيستغل منصب أبوه، وهي دي الحرب لتثبيت أقدامه في هيئة الدواء اللي بيعتبر نفسه رئيسها المستقبلي، بيحجز مكان؟ أيوة بيحجز مكان. ده مشاهدينا الكرام اللي وصلنا من معلومات خاصة للبرنامج، ودي الحدوتة اللي محدش يعرفها ونقلناها ليكوا زي ما جت من مصادرنا في الوزارة. ولكن عشان نفهم القضية بشكل أكبر ويكون معنا تعليق على هذا الفساد اللي موجود في وزارة الصحة وهذا الصراع بين الوزيرة هالة زايد وقيادات هيئة الدواء، معنا دلوقتي ويشرفنا أن يكون معنا الدكتور أحمد رامي الحوفي عضو هيئة مكتب نقابة صيادلة مصر. برحب بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك أستاذنا الكريم وكل السادة المشاهدين. دكتور في البداية عايز أعرف من حضرتك القصة بالضبط، تفضل يا دكتور. يعني احنا بس هنرجع بالذاكرة شوية مع السادة المشاهدين لسنة 2015. نعم. سنة 2015 المستشار هشام جنينة أصدر تقرير خلاصته أن في حجم تقديري للفساد في مصر 600 مليار، ومش في إجمالي، ده مش الإجمالي، ولكنه في تم حصر 14 مجال يعني في لجنة تابعة للجهاز المركزي، وكانت النتيجه انها تم صدر التقرير بيقول ان حجم الفساد التقديري في مصر 600 مليار،
من ساعتها حصل في هشام جنينة ما حدث وتم التنكيل به، بحيث ان هذا الملف ملف الفساد لا يتم التطرق فيه. نتذكر ايضا يمكن الساده المشاهدين فاكرين في اللقاء التلفزيوني في بدايه كورونا لما كان في السيسي خرج احد المؤتمرات وكان بيكلم اللواء بهاء رئيس هيئه الشراء الموحد ورئيس هيئه بيتحدث فيه عن ساعه ما قال له ما فيش حاجه تخرج الا بعلمي. فهو البيزنس بتاع الدواء الجيش عاوز يستحوذ عليه، فانشا هيئه الشراء الموحد وتم انتزاع صلاحيات من وزاره الصحه. الصراع امتد واستمر وبقى في هيئه الدواء، وفي نفس الوقت في كيان وهيكل اسمه وزاره الصحه. مزبوط. ما كانش في تحديد واضح للاختصاصات اللي بينهم، فبدا يحصل صراع بين المؤسستين وكل طرف بيستخدم زي ما حضرتك اشرت النفوذ بتاعه. يعني الدكتور ياسين الموجود في زي ما اشار التقرير اللي حضرتك عرضته في تربط صله قرابه بضابط في الرقابه الاداريه، فتم يعني فتح عدد من المساعدين وصل لسكرتير مكتب وزير الصحه، ولا يعقل ان سكرتير المكتب نفسه يكون متورط في قضيه فساد من غير ما تكون هاله زيت نفسها متورطه في ذات القضيه. طيب دكتور احمد، عايز اتاكد برضو من معلومه يمكن الكل بيتحدث عنها او البعض يتحدث عنها من مصادر وبيقولوا ان هاله زايد متورطه في اخذ رشوه عباره عن عربيه بي ام دبليو الفئه السابعه، ونشطاء كتير اتكلموا على السوشيال ميديا في هذا الامر، هل صحيح هذا الكلام؟ ما نقدرش نجزم في التعتيم اللي موجود دوت، ولكن دوت يعني مش مستبعد بل هو الراجح، لأنه أيوة. وفق برضو المعلومات المتناقل بين الصيادلة وبين العاملين في وزارة الصحة أن هالة زايد يعني حالتها الصحية جيدة وبتتحسن، لكنها تحت الإقامة الجبرية في مستشفى وادي النيل التابع. طيب دلوقتي يا دكتور عايزين نفهم إيه طبيعة الخلاف بين هالة زايد والقيادات في هيئة الدواء وعلى رأسهم ياسين رجائي رئيس الإدارة المركزية بالهيئة؟ طيب خلينا الكتاب الدوري اللي حضرتك اشرت اليه ممكن يفهمنا بعض الامور. في اداره كامله موجوده في وزاره الصحه اسمها التفتيش الصيدلي. ايوه. دول بيبقوا صيادله ومهمتهم التفتيش على المؤسسات الصيدليه. اللي مشهور واللي ظاهر قصاد عموم الناس ان هم بيفتشوا على الصيدليات، والكلام دوت ما فيهوش بيزنس كتير وما فيهوش نفوذ. لكن ايضا دول بيفتشوا على المصانع، يعني هم اللي يملكوا يقولوا ان خط الانتاج دوت مطابق للمواصفات ولا لا، والباتش دوت او التشغيله ديت تنزل السوق ولا لا. فالكلام دوت بيبقى خليط من النفوذ والبزنس، يعني يستطيع ان هو يمنع تشغيله انها تنزل السوق، يستطيع ان هو يعطل خط انتاج في مصنع، فبالتالي دوت بيكون في حال وجود فساد زي ما هو معلوم، فبيبقى مورد مالي عن طريق الفساد اللي بيمارس من هذا التفتيش. لذلك هيئه الغذاء والدواء انتزعت هذه الصلاحيه من وزاره الصحه، واصبح كافه مفتشين من اداره الصيدله اللي موجودين في جمهوريه مصر العربيه الان قاعدين من غير شغل، يعني ليس لهم صلاحيه التفتيش. حتى المحاضر اللي هم عملوها دلوقتي اصبحت بلا قيمه، يعني المخالفات اللي تم تحريرها في الفترات الماضيه اصبحت عديمه الجدوى. طب يعني يا دكتور معلش، يعني ما الذي يملكه هذا الرجل من القوه والسيطره حتى وان كان ابوه يعمل في الرقابه الاداريه؟ وانا حاطط صورته اهوت على الشاشه جنب حضرتك اهو، ياسين رجائي ده يا جماعه، ياسين رجائي اللي احنا بنتكلم عنه اللي الدكتور احمد بيتكلم عنه. ايه سلطه هذا الرجل ان هو يقدر يطيح بوزيره؟ هو الـ الـ الامر كله صراع بين لواءات. يعني حضرتك لو نزلت بالكتاب الدوري الصادر عن وزاره التنميه المحليه انت هتلاقي ايضا اللي موقع عليه اللواء وزير التنميه المحليه. فهو ده لواء وزير التنميه المحليه، وهيئه الشراء الموحد على راسها لواء، والدكتوره هاله زايد ربنا يشفيها ايضا والدها لواء وزوجها لواء. فهو صراع بين مجموعه من اللواءات، سواء صراع نفوذ او صراع حوالين
نصيب كل واحد من تورته الفساد المتعلقه بالصحه والدوله. طيب في ناس بيقولوا يا دكتور ان في طرف ثالث بيفرقع كل فتره كده مجموعه من القضايا الكبيره زي دي مثلا عشان يبداوا بقى يعني ايه يهللوا بقى الحرب على الفساد، وبعد كده تقوم جايه نازله على ما فيش وتطلع في شنكو والناس تبدا تنسى. ايه راي حضرتك في هذا الطرح او في وجهه النظر دي؟ كل الناس في مصر عارفين ان حجم الفساد كبير، زي ولما حد اتكلم عنه حتى لو هو كان رئيس للهيئه المسؤوله عن اصدار التقارير عن الفساد تم الزج بيه في السجون. هو في تعتيم على ملف الفساد، وطالما في تعتيم وعدم شفافيه يبقى اكيد الفساد الان حجمه اكبر من حجم اللي اعلن عنه هشام جنينه. فحته ان ديت فرقعه، لا، الموضوع له اصل. لكن خلينا نقول زي المثل المصري اللي هو ما شافوهمش وهم بيسرقوا، أيوة. شافوهم شافوهم وهم بيقسموا. كويس. فهو دلوقتي في خلاف بين مجموعه اللواءات اللي ذكرناهم حوالين النفوذ اللي متعلق بالاساس بنصيب وتورط النصيب في تورطه الصحه والدوله. طب ليه يا دكتور ما فيش قانون بيحكم صلاحيات كل جهة في الدولة؟ يعني ليه ما فيش قانون كل واحد يعرف تخصصه ما يتعداش صلاحياته؟ في الآخر الخاسر هو المواطن المصري والشعب المصري هو الخسران في هذه المعارك التي تدور بين لواءات. بالتأكيد كلام حضرتك صحيح، والسبب في كده أصلا إن الجهات اللي منوط بها التشريع اللي بتصدر القوانين اللي حضرتك بتتمنى زي ما كل المصريين بيتمنوا إن هي تتسم بتحديد الصلاحيات وكده، كلنا عارفين كيف أتت هذه المؤسسات وأي أجهزة وقفت وراءها وكم عضو من الأعضاء أتى عن طريق علاقاته بهذه المؤسسات الأمنية. طيب دكتور أحمد، يعني أنا دلوقتي زي ما سألت حضرتك ليه ما فيش قانون بيحكم، وأتمنى أن يكون في قانون بيحكم هذه الصلاحيات لكل حد وما يبقاش الموضوع عبارة عن بيان من هنا وبيان من هناك وصراع، وفي الآخر المواطن بيقف في الطابور لكي يدفع الفاتورة منفردا. في الأخير لو في رسالة يا دكتور دلوقتي للناس تقول لهم إيه بعد هذه المهزلة وهذه الحرب؟ يعني بنقول إن دوت النتيجة الطبيعية لما يبقى في سلطة لا تهتم في المقام الأول بالناس. أيوة. حجم الفساد اللي احنا بنسمع عنه والمتداول كان يعمل نقلة في مكافحة الكورونا، نسبة من تلقوا التطعيم في مصر من أكثر النسب تدنيا على مستوى العالم، بنتكلم عن 6% لو احنا بنتكلم عن جرعتين. يعني احنا محتاجين علشان نغطي الرقم المستهدف عالميا أكثر من 10 سنين، وديت النتيجة الطبيعية لما يبقى في نظام لا يعني لم يأتي بإرادة الناس. نعم. والوضع هيستمر طول ما نظام الحكم الحالي مستمر، لن يحدث تغيير إلا لما يأتي نظام عبر اختيار الناس خاضع لرقبتهم، عارف إن في أي وقت هيتم محاسبة المسؤولين اللي فيه، لكن في غياب هذه الأمور لا يمكن مصالح الناس تتحقق. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور احمد رامي الحوفي عضو هيئه مكتب نقابه صيادله مصر، اولا على المعلومات وعلى حرصك ومتابعتك لهذا الملف الخطير، وانا بقول لحضرتك طالما ان هناك شرفاء واحرار يحبون هذا الوطن ويخافون على هذا الوطن ان شاء الله هنصل الى الافضل باذن الله. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. زي ما سمعتوا وشفتوا كده مشاهدينا الكرام، وانا عايز اكد في الاخر على المعلومات الخاصه اللي وصلت لبرنامج ملفات عن اصل قصه الفساد في وزاره الصحه. القصة يا جماعة زي ما قال الدكتور أحمد وأكد وزي ما قلت لك وبأكد لك، هي صراع بين الاتنين اللي ورايا دول. شايفينهم؟ شايفين الاتنين دول؟ الست هالة والسيد ياسين رجائي. تمام؟ هو ده الصراع. بيكمن في إيه؟ في وزارة الصحة وهيئة الدواء. واللي بيكشفها لينا أحد مصادرنا في الوزارة زي ما قلت لحضرتك، والخلاصة هعيدها تاني وأقول لك أن هناك حرب تكسير عظام بين الوزيرة وبين ياسين رجائي رئيس الإدارة المركزية بهيئة الدواء. الاتنين دول اللي أبوه أبو دهو بيشتغل ضابط كبير في هيئة الرقابة الإدارية وقدر أنه يطيح بوزيرة، وأن رجائي ده استغل منصب أبوه علشان ينكل بقيادات في وزارة الصحة
بعد ما الست دي اللي هي وزيرة الصحة ها نكلت برؤساء في هيئة الدواء عن طريق اتنين مستشارين ليها، ووصلت الحرب ما بين الاتنين دول إلى أنه قد تم توقف عمل التفتيش الصيدلي تماما، وأصبح جميع المفتشين تابعين للوزارة، رغم أنه ليس من حقهم، وأؤكد ليس من حقهم التفتيش بحق القانون. فالوزيرة بتستغل خبرة مستشاريها الكبار، وياسين رجائي بيستغل منصب أبوه لتثبيت أقدامه في هيئة الدواء اللي بيعتبر نفسه زي ما قلت لحضراتكم رئيسها المستقبلي.